حركة لا تهدأ في هذا المصنع الصغير المختص بصناعة حلوى المولد في أم درمان. فمنذ ما يقارب 100 عام يعتمد المصنعون في الغالب على المواد الخام المحلية من سمسم وفول وحمص وسكر وغيرها، لكن ومع تطور الزمن واستقدام خبرات من بلدان مختلفة دخلت أصناف جديدة من الحلوى مثل الملبن بالفول والرومية والنوجة والبطيخة وغيرها. يعني نحن عندنا المادة الخام الغوية يعني، وبدأنا بالسمسم وبالفول وجبنا منه الحاجات الثانية اللي هي جوز الهند ولا المسميات يعني اللكوم وحاجات كثيرة جدا، الفخفخينة والبطيخة والحاجات دي أخذناها منه وجبناها وطورناها وبرضه دخلنا لها حاجات سودانية. رغم ارتفاع أسعار المواد الخام إلا أن حركة البيع والتوزيع تبدو كثيفة سواء في الخرطوم أو إلى المدن السودانية الأخرى، وتنتشر عشرات المصانع لإنتاج هذا النوع من الحلوى والذي يجد إقبالا كبيرا، هذا فضلا عن أن هذه المصانع توفر مئات الفرص للشباب العاملين في هذا الحقل. أمام واجهات هذه المحال يتجمع العشرات لشراء الحلوى التي اعتادوا عليها منذ عشرات السنين، فهي تمثل إرثا وذكرى للكثيرين منهم كما يقولون. ونحن لما قمنا صغار يعني متعودين على حلوى المولد يعني بكل أنواعه، والحلوى دي بالنسبة لنا يعني حاجة مهمة جدا ولأولادنا ولأطفالنا يعني. نحضر لهذا الموقع ونحتفل ونفرح وفي النهاية نشتري الحلوى لأنفسنا قبل أن نكون متزوجين لأهلنا وأولادنا. التطور في صناعة حلوى المولد دفع هيئة المواصفات في السودان للتشديد على جودتها وجودة المواد المستخدمة في صناعتها، كأن تكون الألوان مثلا من الأنواع المسموح بها غذائيا والالتزام بشروط التصنيع. ننبه الناس لأن يبتعدوا ويبعدوا أطفالهم عن أكل هذه الأشكال الملونة بألوان غير مسموح باستعمالها، وهذه الألوان هي خطرة جدا وهي مثبتة إنها مسببة للسرطان ومسببة لأمراض أخرى غير السرطان كذلك. هذه الحملات دفعت كثيرا من المصنعين إلى تجنب استخدام الألوان وتغليف الحلوى وتعبئتها بأسلوب صحي يحميها من التلف. طارق التجاني، سكاي نيوز عربية، الخرطوم.